السلام عليكم واهلا بيكم. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة وسريعة وبتكون لذيذة جدا ومبتاخدش اي وقت في تحضيرها وهتعجب الصغار والكبار كمان. هنبدأ بسم الله، وهيكون معايا كده اول حاجة حوالي نص كيلو دجاج فيليه، يعني الصدر كامل كده، وبنقطعه شرايح طولية رقيقة بالشكل ده، ما تكونش سميكة قوي. ومعايا في التوابل ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، يعني حوالي معلقة صغيرة كده، مش مليانة قوي من كل نوع. وبتبل بقى قطع الدجاج اللي معايا بالشكل ده، بتبلهم كويس جدا. وهنا التتبيلة دي جافة، مش عايزين نضيف معاها اي حاجة سايلة ولا شوية خل ولا شوية زيت ولا اي حاجة، علشان بعد كده طبقة التغطية اللي هنعملها تمسك كويس على قطعة الدجاج زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. خلاص كده بعد ما تبلت بقى الدجاج، معايا اعواد خشبية وبشبك كده كل قطعة دجاج في العود الخشبي بالشكل ده، يعني بمنتهى السهولة كده بالشكل الموضح. وقطعة الدجاج زي ما احنا شايفين يعني رقيقة مش سميكة، علشان تستوي معانا برضو بسرعة. بعد كده بعد ما عملتهم كلهم في الأعواد الخشبية، بحضر بقى طبقة التغطية، وهي عبارة عن معايا هنا كده بيضة، بضيف لها معلقة ملح ورشة من الفلفل الأسود، وبضيف معاها كمان كوباية إلا ربع حليب سائل، وبقلبهم مع بعض كويس كده بالمضرب. وبعد كده بضيف عليهم كوباية الا ربع دقيق ابيض وكوباية الا ربع دقيق ذرة من الاصفر ده، دقيق الذرة هنا بيدي طبق يعني طعم جميل اوي لطبقة التغطية دي. ولو مش متوفر عندكم تحط الكمية كلها دقيق ابيض، هيبقى كوباية ونص دقيق ابيض. وبضيف معاهم كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبقلب كل المكونات مع بعض لغاية ما تدينا الخليط بالقوام ده، بيكون قوامه يعني سميك الى حد ما مش سائل، ده القوام المظبوط معايا. ولو عملتيه مثلا وطلع خفيف عن كده، ممكن تزودي معلقه كمان دقيق معلقتين لغايه ما توصلي للقوام السميك ده، علشان يمسك على قطعه الدجاج ما يسيلش من عليها ويقع من عليها. وبعد كده بقى حطيت شويه كده من الخليط في كوبايه يعني طويله كده، عشان تسهل معايا ان اغطي الدجاج. بغطي بقى كل قطعه دجاج كده كويس، وبصفيها شويه، يعني مش عايزه يعني طبقه سميكه قوي من الخليط ده، تكون متغطيه كده بيه. وبيكون معايا بقى طاسه على النار فيها معلقتين بس زيت نباتي، وعلى نار هاديه بحط بقى اعواد الدجاج، وعلى نار هادية يعني اقل من متوسطة، علشان الدجاج يستوي معانا من جوة لانه ني، فلازم نهدي عليه النار خالص عشان نتأكد من سواه، وكمان الطبقة الخارجية دي تستوي وتحمر وتاخد لون جميل. بعد ما بحط الاعواد كده وبيحمروا من اتجاه، بقلبهم على الاتجاه التاني، وكل ده النار هادية زي ما اتفقنا. بعد كده بغطيهم علشان اسيبهم يستوي براحتهم والدجاج يستوي. وكده بتكون استوت اعواد الدجاج بقى معانا، وممكن وهي بتستوي كده نقلبهم مرة تانية او مرتين، بحيث ان تاخد لون جميل من الناحيتين والدجاج كمان يستوي كويس من الناحيتين. بطلعهم كده جاهزين معانا، وبساوي بقى باقي الكمية بنفس الطريقة. وده الشكل النهائي بقى لاعواد الدجاج معانا، وصفة سهلة وسريعة ولذيذة كده بصيفية، تتعمل في اي وقت، بتعجب كل اللي يدوقها. يعني عملناها عن نفسي، عجبتهم جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم وتعجب ولادكم. جميلة جدا ولذيذة وسهلة كده في الاكل وفردية. وبصوا من جوه الدجاج مستوي كويس قوي، وكمان طبقة التغطية دي مستوية وطعمها لذيذ قوي، الاتنين مع بعض طعمهم جميل بجد. وصفة خفيفة كده وتنفع في اي وقت، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ويبقى الف هنا وشفا للي هيجرب. مع السلامة.